ما كتشوفوا اخايا يا قاعد فحص الطب يا اخايا يا خاوي يا اخي ساعة احنا كنتسناو واش من ممنوع اخاي يا قاعد فحص الطب يا اخاي ساعة احنا كنتسناو هنا يا اخاي الطبيبة فين هي الناس كتموت هنايا المستشفى الاقليمي المستشفى الثانية ترمل تطوان اخاي الله يا اخي حشومة صح المنكر هذا صاحبي فين هو هذا الطب فين هي الصحة حشومة صاحبي عيب وعار عيب وعار الناس هنايا كتسنى الطبيب فين هي الطبيبة فين هي الممرضة فين هو الفيرميرو ما كاين حتى شي حاجة هانتوما كتشوفوا الناس كتموت هنايا انا طحت من السطح فين هي الطبيبة اي ما طاري لا 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 ل